تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ورئيس مجلس مؤسسة الإمارات للشباب، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة ينطلق الملتقى الوطني، هذا الملتقى الأول والأكبر من نوعه على مستوى منطقة الظفرة بعنوان إرشاد وتمكين قادة المستقبل. شرفني أكون متواجد اليوم في حدث اليوم كممثل لأدنك راعي رسمي لحدث اليوم، ومنتطرق إن شاء الله بجلسات اليوم بجميع المبادرات اللي متكفلة فيها أدنك من جهة تطوير منطقة الظفرة، في نفس الوقت تطوير القيادات الشابة والمساهمة في تطوير الشباب من كل المراحل السنية إلى فرص العمل المتوفرة في المنطقة إن شاء الله. مجلس أدنك للشباب تم إنشاءه بدعم من الإدارة العليا في الشركة، وخاصة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر الرئيس التنفيذي لشركة أدنك ومجموعة شركاتها، تحت القيادة الرشيدة لدولتنا الحكيمة وتوليهم زمام الأمور في دعم الشباب. طبعا نحن موجودين اليوم هنا في مدينة الظفرة، وهي محطة مهمة لمؤسسة الإمارات هذا العام. هدفنا طبعا الوصول إلى أكبر عدد من الشباب ممكن في دولة الإمارات لشراكهم في البرامج المقدمة لهم، طبعا المدعومة من قبل قيادتنا الرشيدة وأيضا مدعومة من قبل القطاع الخاص. فاليوم فرصة كبيرة لشباب الظفرة أنهم يتعرفون على كل البرامج اللي موجودة في مجالات مختلفة، مجالات تطوعية، ريادة أعمال، ثقافة مالية، مهارات الاستجابة في الطوارئ والأزمات وغيرها كثير. طبعا اليوم وجودنا في الظفرة الهدف ان احنا نوصل للشباب، نعرف اليوم في فئات كبيرة من الشباب عملية التنقل بالنسبة لهم صعبة، فحبينا ان احنا نتواجد في الظفرة نوصل البرامج الرئيسية بمؤسسة الإمارات. اليوم عندنا 6 برامج نركز عليها تعطي مهارات مختلفة للشباب. نبدأ يمكن بالبرنامج الرئيسي اللي موجود بالمؤسسة اللي هو تكاتف، برنامج تطوعي، في راح تكون ورش عمل، دورات تدريبية عن تشجيع الشباب للعمل التطوعي وخدمة دولة الإمارات في هذا المجال، بالإضافة لساند برنامج تطوعي مختص بالأزمات والكوارث. نفس العملية راح يكون في دورات إسعافات أولية ورش عمل مكثفة خلال اليومين، وإحنا منها بعدين نشكل فرق تكون جاهزة لدعم الجهات الحكومية. إذن يهدف الملتقى في خلق فرص أكثر للشباب والتواصل معهم بشكل مباشر، وتماشيا مع الأجندة الوطنية للشباب لإعداد جيل واعد ومنتج يتمتع بروح المبادرة والريادة ويجسدون القيم الإماراتية النبيلة. من منطقة الظفرة في العاصمة أبوظبي لقناة الظفرة فهد بن جساس.